احنا العقار المحلي ما يتاثر بسهوله، يمكن الكلام هذا يؤثر على سوق الاسهم، على سوق النفط يمكن نسبيا، على سوق الاقتراض الحكومي، وبالتالي يمكن يحتاج الوقت وقت طويل عشان يتاثر العقار. العقار دائما تاثره في الظروف الاقتصاديه بطيء، يعني بالعكس احنا العقار سبحان الله حتى في عام 2008 ايام الازمه الماليه والحين عام 2020 كل الازمات اللي تمر علينا هذا مثل ازمه كوفيد 19 او الازمه الماليه العالميه في 2008 كلها كنا نتوقع أن يكون في هناك انخفاض في اسعار العقار، دائما يكون بعد فتره على طول ارتفاع في اسعار العقار لانه يمكن ملاقي موضوع سعر الفائده. لا اظن انا شخصيا ان اقتراض الحكومه اذا لجأت الى الاقتراض ما راح يؤثر على سوق العقار المحلي، والدليل ان هذه مرت علينا بعد ايضا الغزو الكويتي، الغزو العراقي للكويت عام 1990، اضطرت الحكومه ان تقترض ما قيمته اذكر حدود 5 مليارات دينار وتم سداد القرض كاملا. فالحكومه الحمد لله الكويتيه اصولها الخارجيه اصول متينه، يمكن هذا الكلام ينطبق على بعض الدول اللي لجأت الى اقتراض مما اثر على حتى قيمه العمله.